أصبح موضوع الخدمة العسكرية الخاصة بفرقة BTS موضوعا يناقشه الجمهور كل يوم، فقد استمرت المناقشات منذ أن اقترحت الجمعية الوطنية إصدار قانون خاص للخدمة العسكرية لفرقة BTS والذي ينص على إعفاء BTS من التجنيد العسكري. وبسبب أغنية وديوسينك الذي أصدرها شوجا عضو BTS في عام 2020، فحص الجمهور الأغنية مرة أخرى وعبروا عن آرائهم التي تعاطفت مع كلمات الأغنية، حيث قال: سأفكر في الأمر وأذهب إلى الجيش عندما يحين الوقت. فالأغنية تحتوي على رأيه في إعفاء الخدمة العسكرية، والتي تم ذكرها مرارا وتكرارا منذ أن تصدرت BTS مخطط بالبورد في عام 2019. ونتيجة لذلك، إذا تمت الموافقة على قانون الخدمة العسكرية لفرقة BTS، فسيكون بإمكان الأعضاء العودة إلى صناعة الموسيقى بعد 4 أسابيع فقط من التدريب العسكري الأساسي. وإذا لم يتم الموافقة على هذا القانون، فسيتعين عازين أكبر أعضاء BTS الانضمام إلى الجيش في نهاية هذا العام. فوكالة HYBE الخاصة بفرقة BTS أكدت أنهم يأملون أن يتم الانتهاء من مراجعة قانون الخدمة العسكرية المعلق في الجمعية الوطنية في أقرب وقت ممكن. كما أعلن أعضاء BTS أنهم تركوا الأمور المعلقة بالخدمة العسكرية إلى إدارة الشركة. في إخبار أخرى، يوم 11 أبريل أعلنت وكالة واجيان عودة فرقة آيكون عبر ملصق جديد بألبوم جديد قريبا. وعلى الرغم من عدم توافر أي تاريخ محدد، إلا أن التوقعات لا تزال مرتفعة، حيث تم الإعلان عن اكتمال تصوير إنفي لأغنية جديدة. كانت هذه هي الأخبار السعيدة للمعجبين الذين كانوا ينتظرون عودة المجموعة لأكثر من عام وشهر. ولكن للأسف الشديد، يتساءل الآن الجمهور عن مسافة تكون تلك العودة ناجحة أم لا، لأنه في وقت سابق تم الإعلان عن زواج العضو بوبي وإنجابه لأول طفل له. ففي أغسطس الماضي أعلن بوبي أنه سوف يتزوج وينجب أول طفل له، حيث قال: سأتزوج الشخص الذي أحبه وسأصبح أبا في سبتمبر. أنا سعيد لأنه لدي الآن عائلة جديدة، ومع ذلك أريد الاعتذار لمحبيني بسبب هذه الأخبار المفاجئة. كان يجب أن أخبركم بذلك سابقا. ومع ذلك، الرأي العام لم يكن في صف بوبي عند الإعلان عن خبر زواجه. كان هناك جمهورا هنأه على هذه الأخبار، ولكن البعض الآخر شعر بخيبة أمل. وبسبب هذا الأمر، أول عودة لفرقة آيكون بعد زواج بوبي قد لا تحمس الجمهور كثيرا. لذلك يجب أن تفعل المجموعة أفضل ما لديها أثناء الترويج لهذه العودة. لذلك أتمنى أن تكون هذه العودة ناجحة حقا. في إخبار أخرى، تقريبا جميع الفنانين الكوريون يستخدمون الإنستغرام، وعلى حسب شعبية كل منهم يختلف عدد المتابعين لهم على هذه المنصة. ومؤخرا تم إصدار قائمة أكثر 30 فنانا كوريا متابعة على هذه المنصة، وفي تلك القائمة احتلت جيني المرتبة الأولى كأكثر فنان كوري متابعة على الإنستغرام، وجاء بعد ذلك حساب BTS الرسمي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث أتت جيسو عضوة بلاك بينك، أما في المركز الرابع جاءت روزي من بلاك بينك أيضا، بينما جاء حساب بلاك بينك الرسمي في المركز الخامس. بعد ذلك هيمنت حسابات أعضاء BTS على باقي المراكز 10 على الرغم من انضمامهم إلى هذه المنصة في ديسمبر الماضي فقط. ومع ذلك، أثارت هذه القائمة جدل حاد، لأنها لا تضم ليسا من بلاك بينك. فعلى الرغم من أنها تايلندية الجنسية، إلا أن ليسا تعرف باسم فنانة كوريا بسبب إنجازاتها في هذا البلد. وإذا كانت انضمت ليسا إلى هذه القائمة، لكانت تفوقت على جميع الفنانين الكوريين. حتى عند الإعلان عن هذه القائمة، كانت ليسا تمتلك 76.3 مليون متابع. وقد جاءت أغلب التعليقات المتابعين على النحو التالي: من الغريب أن تستبعد ليسا وتنضم روزي على الرغم من مواجهة الاثنين للانتقادات بسبب جذورهم، ولكن روزي لديها جنسية مزدوجة. في الواقع، يعرف كثير من الأشخاص الموسيقى الكورية بسبب ليسا. فالناس تعرف أن ليسا هي فنانة بوبان كوري، ولكن لماذا لا يقدر الكوريون ذلك؟ فما رأيك أنت؟ في هذه الأثناء، سيقام حفل ميت غالا لعام 2022 في 2 مايو في مدينة نيويورك. ووفقا لمجلة فوكس، يشارك في هذا الحدث 600 شخص، وذلك العدد أكثر بكثير من حدث ميت غالا 2021 بسبب فيروس كورونا. وفي هذه الأثناء، ترددت شائعات أن فتيات بلاك بينك سيحضرون هذا الحدث هذا العام. وفي يوم 11 أبريل، تابع مصور NYG لأزياء مدينة نيويورك والخاص بحدث ميت غالا فجأة ليسا عبر الإنستغرام الخاص به، بالإضافة إلى أنه تابع علامة بفيلغاري أيضا. ونظرا لأن ليسا سفيرة عالمية لعلامة بفيلغاري، فستكون ممثلتهم في حفل ميت غالا لعام 2022 كما مثلت روزي علامة سالوران في حدث ميت غالا 2021. فهل أنت متحمس مثلي؟ إن أعجبك الفيديو، لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة. وشكرا لك، إلى اللقاء.